بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 89 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. أبو محمد يقول: ما الكتب المعتمدة في مجال أو فنون الفقه الذي يبدأ به طالب العلم جزاكم الله خيرا ويكون متيسرا في قراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المشكلة في طلب العلم ليست هي الكتب، كتب ولله الحمد متيسرة، ولكن المشكلة في وجود المعلم الكفؤ الذي يبين هذه الكتب ويوضحها. فإذا وجدت عالما يشرح هذه الكتب عن علم ومعرفة، فابدأ عليه بحفظ المختصرات، لا تذهب إلى المطولات وأنت مبتدئ، اقرأ في المختصرات. وأقرب شيء هو متن زاد المستقنع، اختصار المقنع. إذا أتقنت هذا الكتاب على الحقيقة على عالم متقن، فإنك تكون فقيها بإذن الله، تكون عندك حصيلة فقهية كافية بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل ألف ألف يقول: بعض الناس فضيلة الشيخ إذا أراد حاجة ذهب إلى ما يسمون بالأولياء والصالحين يطلب منهم، فما حكم اتخاذ الوسطاء بين الله وعباده، وهل يخرج هذا من دائرة الإسلام؟ من كانت عنده حاجة يذهب إلى الله، لا يذهب إلى غيره، لا يذهب إلى المخلوقين، أنهم لا يقدرون على قضاء الحوائج من دون الله عز وجل، يذهب إلى الله بالدعاء وكثرة الدعاء. وأما من ذهب إلى الأولياء الصالحين في طلب الحوائج، طلبها منهم واستغاث بهم، فهذا مشرك الشرك الأكبر، المخرج من الملة، لأنه دعا غير الله وعبد غير الله. والله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه كافرا. وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالواجب إخلاص الدعاء لله والعبادات بجميع أنواعها لله، وترك التعلق بالأولياء والصالحين والأضرحة والقبور، هذه شرك أكبر من تعلق بها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أيضا لفضيلة الشيخ ابتدادا لسؤاله: ما واجب الدعاة اليوم في بيان التوحيد؟ وأرجو أن تشرحوا لي أقسام التوحيد جزاكم الله خيرا. نعم، واجب الدعاة أن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد، لأنه الأصل، أول ما دعت الرسل إلى التوحيد، أول دعوة الرسل إلى التوحيد، لأنه الأصل والأساس. ثم بعد ذلك يدعون إلى غيره من الأعمال. الذي يترك التوحيد ويدعو إلى غيره على غير طريقة الرسل، ولن تنجح دعوته ولا تفيد شيئا، لأنها على غير الجادة الصحيحة التي مشى عليها الأنبياء والمرسلون والمصلحون والدعاة إلى الله عز وجل. أول ما يجب على الدعاة أولا أن يتعلموا التوحيد، أن يعرفوه تماما، ثم يدعون إليه الناس ويبينونه للناس ويعلمون الناس التوحيد لأنواعه. وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، تدبير الأمور. والثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بأعمال العباد التي شرعها لهم من دعاء وصلاة وصيام وحج وغير ذلك من الأعمال، تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها شرك ولا دعوة لغير الله،
فإن الشرك يبطل الأعمال ويفسدها. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، بأن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تأويل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو سالم: بالنسبة للجار الملاصق للبيت، حدود الجار في الشريعة الإسلامية، وإذا كان هذا الجار يعني أجد منه مضايقات ومتعبني أيضا بأولاده وسيارته، فما حدود الجار في الشريعة الإسلامية، وبماذا أوصت تجاه الجار؟ الجار في الشريعة الإسلامية كل ما جاورك في منزلك، والأقرب فالأقرب. الجار له حق عظيم في من الحقوق العشرة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فهذا الجار له حق على جاره، وهو حق عظيم، وعلى الجار أن يصبر على أذاه ويتحمل أذاه. الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحديث الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي خيانته وأذاه. فعلى الجار أن يحسن إلى جاره ولو أساء إليه، يحسن إليه ولو كان الجار على غير دينه، لو كان يهوديا أو نصرانيا له حق الجوار. الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام. وجار له حقان، وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له حق واحد، وهو الجار الكافر، له حق الجوار فقط. نعم. أحسن الله إليكم. أم أحمد أرسلت في مجموعة من الأسئلة للبرنامج تقول: إذا صلت المرأة المغرب ثم جاءتها الدورة قبل أذان العشاء، هل تقضي صلاة العشاء؟ لا، لأنها لم تدركها، ليس عليها صلاة العشاء، يعني إذا طهرت لا تقضي العشاء. نعم. تقول: امرأة تطهر يومين أو ثلاثة ثم يعاودها دم وهي في الأربعين، فهل تصلي وتصوم؟ إذا كانت في النفاس فإنها تجلس مدة نزول الدم عليها، إذا استمر الدم فإلى 40، وإن كان الدم ينقطع، إن انقطع ولم يعد، فإنها تتطهر وتصلي. أما إذا كان الدم ينقطع ويعود، فإنه إذا عاد يكون نفاسا إلى 40، وما انقطع فيه وهو يتسع للصلاة تصلي وتصوم فيه، لأنه طهر متخلل. فإذا عاد عليها الدم عاد النفاس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله: ما رأيكم في طباعة الكتب الشرعية لتكون صدقة جارية للمسلم؟ شيء طيب، هذا من نشر العلم، فيه أجر عظيم. اختار الكتب المفيدة النافعة الصحيحة المفيدة في العقيدة، في الفقه، في الأخلاق، الآداب، في بيان الحلال والحرام، يطبعها احتسابا لوجه الله ويوزعها. هذا من نشر العلم الذي يبقى لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو محمد: بالنسبة لرواتبي أجمعها في بنك، فكيف أخرج زكاة هذه الرواتب وتكون هي بشكل شهري؟ تجعل لك وقتا تخرج فيه الزكاة في السنة إلى أن يأتي في السنة التي بعدها موعد في السنة تخرج فيه جميع ما اجتمع لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله. نعم. أحسن الله إليكم. علي العبد الله يقول: يا شيخ، بالنسبة للداخل إلى المسجد وقد بكر هذا المسلم ودخل المسجد ولم يجد فيه أحد، هل له أن يسلم سواء كان فيه أشخاص أو لم يجد؟ نعم، إذا سلم شيء طيب، سلم على الملائكة يعني المسجد أو الملائكة والمصلين. نعم. وبالنسبة لسنة الضحى، هل أؤديها في عملي الرسمي؟ إذا كان هذا يخل بعملك فلا تؤديها، أما إذا كان لا يخل بعملك فتؤديها، يستحب أن تؤديها. نعم. يقول: بالنسبة للصلاة بدون إقامة، هل علي شيء في ذلك؟ لا بأس بذلك، تصح الصلاة بدون إقامة، ولكن بالإقامة أفضل. نعم. الدعاء للميت عند القبر، وخصوصا فضيلة الشيخ، مجموعة يرفعون أصواتهم بالدعاء له والبقية يؤمنون من بعدهم، هذا بعد الدفن، بعد الفراغ من الدفن يقفون على قبر أخيهم ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت، لأن هذا وقت سؤال الملكين له، هذا الذي وردت به السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من دفن بعض الصحابة قال: استغفروا لأخيكم واسألوا
يدعو له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذلك قبل ذلك الدعاء له في صلاة الجنازة يدعون له. والموضع الثالث إذا زار قبر المسلم فإنه يسلم عليه ويدعو له. أما الدعاء الجماعي أو أن جماعة واحد يدعو والبقية يؤمنون هذا لا دليل عليه، كل يدعو بنفسه دون ارتباط بالآخرين. نعم. عبد الرحمن الدحي من حريملة يرجو منكم تفسير الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، الآية واضحة ترغب بالتقوى وهي فعل ما أمر الله به ترك ما نهى الله عنه طمعا في الثواب وخوفا من العقاب. من يتق الله يجعل له مخرجا من المضايق والمكاره، فالتقوى سبب للفرج من الشدة والخروج من الضيق. هذا شيء آخر، مع إخراجه من الشدائد يرزقه من حيث لا يحتسب، الرزق بيد الله عز وجل. فإذا اتق الله عز وجل إن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، حيث لا يظن أن الرزق يأتيه من هذه الناحية، لأن الله على كل شيء قدير وهو أرحم الراحمين. ومن يتوكل على الله، هذه خصلة ثانية وهي التوكل على الله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. من يتوكل على الله يعني يفوض أموره إليه ويعتمد عليه سبحانه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه. فإذا توكل على الله كفاه الله ما يهمه وأصلح أموره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، الذنوب تتساقط في مكان الوضوء، ما صحة هذا القول وهل ورد فيه أحاديث؟ هذا ما هو قول، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أنه إذا غسل وجهه تساقطت كل الخطايا المتعلقة بالوجه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه تساقطت كل الخطايا التي باشرها بيديه، وإذا غسل عضو تساقط الخطيئات متعلقة بذلك العضو. هذا ورد فيه الحديث الصحيح، وهذا فيه فضل الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا فضيلة الشيخ أحب العمرة، ولكنني لا أطوف طواف لوداع للعمرة، فهل ورد طواف لوداع للعمرة؟ لم يرد للعمرة طواف، لذلك لا يجب طواف العمرة، إنما هذا في الحج. طواف الوداع إنما يجب في الحج، فهو من واجبات الحج، وأما العمرة فلم يرد أن لها طواف، ولكن إذا طاف فهو زيادة خير. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إمام المسجد إذا ترك الإمامة 3 أيام من أجل الدعوة في إحدى القرى، ما رأيكم في هذا؟ وهل يأثم لتركه المسجد؟ إذا لم يكن في المسجد، لم يخلف في المسجد من يقوم بالإمامة فإنه يأثم. أما إذا ترك في المسجد من يقوم بالإمامة على الوجه الصحيح فإنه لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما كيفية سجود الشكر؟ وهل يلزم عند سجودي للسجود وضوء وتوجه للقبلة؟ سجود الشكر هو السجود عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، سواء كانت خاصة أو عامة، يسجد للشكر. ولا يشترط لها الوضوء، على الصحيح لا يشترط لها الوضوء، وأما استقبال القبلة فهو أفضل. نعم. أم لينا تقول: العام الماضي يا شيخ حجيت، وأثناء طواف الوداع انتقض وضوئي فأكملت الأشواط، وبعد ذلك رجعنا إلى الرياض. الأشواط التي أكملتها طواف هذا، هل هو طواف الإفاضة أو طواف العمرة أو طواف القدوم؟ ما ندري. على كل حال، إن كان طواف الإفاضة فإن حجها لم يتم، عليها أن ترجع وأن تطوف طواف الإفاضة. وإذا كان حصل عليها جماع إنها تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء لأجل أن يتم حجها. وأما طواف الوداع إذا تركته يكون عليها فدية، تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. نعم. بعض الناس فضيلة الشيخ مثل هذه الأخت لا تسأل إلا بعد رجوعها عن ما حصل عليها. سؤال الناس متأخرين عن أحكامهم الشرعية فضيلة الشيخ بعد أن أدوا العبادة، هذا تفريط وتساهل. الواجب على المسلم أن يسأل في حالة الحاجة ولا يؤخر السؤال، سيما إذا كان يترتب على ذلك مشقة من الرجوع والسفر لطواف الوداع مثلا أو لطواف العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. أم علي تقول:
تقول بأن لديها عمارة معدة للإيجار، كل سنة تقبض هذا الإيجار، فما حكم عوائد هذه العمارة ومتى تقول أبدأ بإخراج زكاة هذا؟ الحمد لله، هذا من الكسب الطيب، الأجورات على المساكن أو على العمارات أو على المحلات شيء طيب، والزكاة تجب إذا تم الحول على الأجرة من حين العقد، من حين العقد إذا عقدت الإجارة ثم تم الحول على العقد فإنها تزكي هذه الأجرة إذا بلغت النصاب أو بضمها إلى مال آخر من أموالها. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال للأخت أم سلمة تقول: عندي بنت عمرها 25 سنة وقد بدأ بها البياض في شعرها، هل تصبغه بالأسود؟ لا، لا يجوز الصبغ بالسواد، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. السواد الخالص يحرم على الرجال والنساء، يصبغ الشيب بغير السواد الخالص. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.